قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. أنا جاي دابا للكلينيك تسبيت. يلا Inspirez profondément. Respirez profondément. Encore. Très bien, encore. Ça va. Allez-y, encore. Respirez profondément. Inspirez au lieu de crier. On va bientôt voir la fête. Courage. Très bien. Très bien, très bien, encore. C'est terminé. Très bien, encore. Relaxez. Ça y est, ça y est, ça y est. Encore. Encore, encore. Encore. Courage. Ça y est, encore. Encore, encore, encore. Presque minutes. Presque, ça vous sert. Madame, elle est taille ma rassure. Reposez-vous un peu dessus. Voilà un beau bébé. Hamid, vous voulez couper le cordon? Voilà. C'est bien. هميل كنطم الله اجرك مدام امال راه توفات مسكينه بعد نزيف دموي وني الحمد لله البنيه راه في امان الله راه في صحه جيده انا بعد ما ندير بالبنيه لا 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 نجي 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 حتى ها نجي واخا بسلامة ميرسي تسيك المشاكل وتسيك حتى فراسك هات الله با هميل هات شوفوك
واش نزلتي كاع حتى لهاد الدرجه هادي؟ الحاج الحاج ما غادي تيقني شي الا قلت لك اشنو وقع واشنو شفت. اش عاوتاني شفتي اليوم؟ شنو شفت؟ شفتي القرد، القرد اللي ساكن حدانا. ايه مالو مدخل المراه عنده للدار. يا حنا مالنا؟ كيفاش حنا مالنا؟ صافي غير مدلو المراه يدير ما بغى ويخرج رجليه الشواري، يمكن ما كيخرجش من الدار غير الا جا عنده داك المصرفق اللي كيبيع له الحشيش. دابا ولا داير ما بغى، وانت شفتك بعدا يا سيدي يا بن مولاي، هادشي ما حرك فيك حتى شعره. وديها في راسك وتفرقي مع الرجل، الا شد عليه باب دارو يدير اللي بغى. ايوا بلاتي، ومن قال هذيك السيده تكون اختو ولا امو ولا بنت عمو، ما عقلك ما كيمشي لك غير الحاجه الخايبه. اختو ولا امو يا ويلي استغفر الله. اش هادشي؟ هو هادشي اللي بقى ناقصني؟ الا ما قصدك الفيل زيدو حتى الفيله. بالحق انا غنوري لكم. على ما شفتي شي وجهك في المرايه؟ راك غادي تقتل راسك يا حميد. الا بقيت يا خويا على هاد الحال راه غادي ترى لك شي حاجه، راه خصك ترضى بالقدر كيف رضات بيه امل. شكون قال لك هي قبلت بيه ولا ما قبلتش بيه؟ استغفر الله العظيم، اش هاد الشيء كنسمع؟ درك ماشي انت هو خويا اللي كنعرف. هك واش انت كتسمع الموسيقى ولا كتهز الجيران؟ انت راسك ما بقيتيش تضيعي فيه. ايوا فكر بعدا في بنتك، فكر في هاد الملائكه دوي على من هادي عاره، راه ولات مسؤوله منك اخويا حميد. حميد اسمعني مزيان، شنو جيت نقول لك؟ شتي هادوك الناس اللي جايين من فرنسا باغيين يديوها يربيوها؟ راه والله مشات معاهم لا باقي شفتيها؟ انا غادي نوض نجمع هاد الروينه هادي. انت دير الخير في راسك دابا، حسن عليا هذيك الشعكاكه وهذيك اللحيه، سمعتي؟ يلا طفي يلا طفي يلا طفي يلا طفي. أمال شفتي شحال غزالة؟
حسن ورانيا الروبورتاج على المدونه حيتو الخالد الهضره الخاويه معنا ما نديرو بها عندكم يومين فين وصل المسلسل سي مخرج احنا دابا في مرحله المونتاج ولكن راه حنا خصنا نعطيوه ليهم في رمضان الى هم راه مونتاج جوج ديال الحلقات جوج الحلقات في شهرين سي مخرج على هذا الاساس المسلسل كله غيمشي لينا في عامين فين هي نجات نجات عندها كونجي ديال الولاده ولدت السيمانه اللي فاتت ياك باقي عاقله يا مدام ايوا ويمسى غنبداو في سيتكم دابا ان شاء الله كلشي موجود الله يخليك الخدمه ديال الطباق ما عندنا ما نديرو بها داكشي الا ما كانش مطابق لداكشي اللي قريت انا في السيناريو راه غنحبس لكم من الحلقه الاولى داكشي اللي بغيت نقول لك انا من الصباح مدام بشر وما خليتينيش بونجور مدام بشير جيتي سيغ بلي غترجع بون عشرات الحلقات يكونوا جايين ديسي دو موا جو سي تي بو فينيغ دون لومبيغ اوسي سي تي بلي بيان سور حيد لي زيبيزود ليا عطيها لا بوب تلاها فيها جوج الحلقات جوج الحلقات في شهرين نيمبورت كوا سي حميد ما تصورش الخير اللي درتي فينا ملي رجعتي من نهار مشيتي معمر الضحكه بانت في وجهها شكرا ابو كوز وي اونتري سد معاك الباب حميد بغيت نقول لك البركه في راسك وفي حقيقة درتي مزيان اللي جيتي تخدمو باش نتنسي شوية الهموم ديالك ميرسي بوكو مدام بشير نيزيت با سي تو بوزوان دو كوا كو سوا جو سوي لا اوكي ماشي كيما المونتاج ديالي كنا بزاف عندك الحق عندك الحق حنا نيت راه حنا معطلين بزاف بغيت نطلب منك واحد الحاجة وي سي سي بوسيبل بغيت اون بتيت افونس ما كاين حتى مشكلة حميد دز لا كونطابيلتي انا غادي نعيط لهم في التليفون ميرسي بوكو مدام بشير سعاد انت عيط لي سعاد جو ميرسي دافوار فاسيليتي لا بروسيدور سي لو ديرني فورمولير كون جو سي وي وي سي بون جيسبر كي فيانرا سيت فوا نو فوز انكيتي با لي ميم انسيستي بور لور اي بيان فوالا كيس كو جو ديزي كو فوز الي لا كومون سو تيب دو شو ليلى هي سابيلغا ليلى ليلى Bonjour. Oh, j'ai j'ai Amal. Il s'appellera Amal Omar Tchifayn. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça c'est quoi cette histoire? Ce type débarque nulle part. C'est un scandale. Nous, nous pique notre fille devant tout le monde et personne ne réagit. Écoutez, je suis désolée. L'adoption ne prend forme qu'une fois les 6 mois échus, jour pour jour. Et on est encore à une semaine de l'échéance. Je suis navrée. Je vous préviens, il y aura des répercussions. Ça fait. تعطلت عليك حامد لا 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 شوف انا جبت خويا كاع داكشي اللي غادي يخصك وغنفسر لك كلشي في الدار واخا مال عميمه مالها مالها يلا خويا اي قاعد شيل هاد البروشة ومازال ما شفتي والو يلا معايا نوريك شغادي دير ملي يكون انا في المين في الضو اوتوماتيك وباكا من الشراب دوزنا نشوفو لي باول تاين 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 اصاحبي كتسكل ليا كتقول الله ما كايناش الله فهمتيني الله ما كايناش ما بين الضوء والمي يلاه وعلاش اصاحبي الله الله ما تمسش الله ايوا العجب اللي نعسات واخا هاد الصداع هذا مزيان بعدا ملي نعسات سينو هاد خينا دابا نضرب معاه
عرفتي يا حميد، والله ما سخيت نمشي ونخليكم. قلبي غادي يبقى مقطع بينك وبين هاد البنيته هادي، ولكن الله غالب. عارف عارف اختي عارف، انا غدا غادي نمشي ندير واحد الاعلان في الجورنال، نشوف شي مربيه. المهم كيسيون ديال دو تخوا جو يتحل المشكل. الله شوف اختك من دابا واحد السيمانه غادي ترجع عندك، وانت تهنى راه شريت لها كاع داكشي اللي خاصها. تيتشر لا 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 بزاف هادشي، واه تهرس الراس في الصباح وفي الليل وهادشي بزاف. شوف الحاج، اما غتهضر معاه ولا غادي نعلم البوليس. واش كتسمعني؟ انا اشكال اشكال تاني جبتي هاد القناوي اللي ساكن فوق منا. مالو عرفتي مالو؟ كيجيب له الله ساكن بوحدي في هاد العمارة. انت دابا شوف جالس كي الخويرات كتفرج لي في التلفزيون، وواحد جالس كيطرق عليك. ها عجبك هادشي؟ يا لا لا هذاك راه فنان، وهذاك التطراق داخل في الموسيقى. وبصراحة اللهم نسمعو خدام تيطرق ولا نشوفو قدام العمارة بلا شغل. كدافع عليه دابا ياك؟ ايوا سيدي، الا ما هضرتيش معاه انا اللي غادي نتكلف به. لا دبتي على الباب، غادي نهرس لك هذوك الرجل. الا برزتك هذاك الصداع دير الخط من فودني وسدي عليا داك الدلكوش، خليني نتفرج فراحتي. راه انت اللي كديرانجيني. انا كنديرانجي؟ ايوا صافي نوض بحالي يا سيدي، انا اللي كنديرانجي. الا بكات ولا غوتات اش غادي دير؟ الا بكات عرفتي عجا ولا خصني نبدل عليك؟ ايوا صافي غنمشي من هنا. يلا ربي يعاونك. داكشي كيتسناك. يلا نمشي. سلام. اهلا بك السلامة. اللي خدك لي اختي. ولي ما حتى كتقلقي وهي كتزيد في البيت. ما بكي شفتي من طفرو. ها هو جاي. شكون هاد خينا عبد الحميد؟ أما جايش كاع؟ ها هو جاي ها هو جاي. شكون أنت اللي بتكي لي هنا؟ شكون؟ صباح الخير، انا جارك اللي لتحت. ايه عرفتك انت هو جاي اللي لتحت. ومن بعد واش غتشعف الساعه هادي؟ تشعف شي شكل هادشي تيني، انا ما عنديش مع هاد اللعب هذا. الله يبارك فيك. عرفت عرفت. تيني انا ماشي موالف كنضل نفاقع في البيبان ونحل في القفوله. الله يبارك فيك. عرفت. اي قضي قضي. عرفتي اش عرفتي؟ وصوني عليا انا مع ربعة ديال الصباح، قلت لك انا في هاد اليوم بلادي عندك شوف البولا والطوموفيز والموس صحاب ليك واش انا شفار ولا شي حاجه. الله يا ودي انا راه قلت معاك مع هادشي ديال البريكول فهمتني، وقع لي مشكل ما لقيتش على ما نتكلم زوج فيك المصري. يلاه سيدي منين تكيتي عليا غادي نحل معاك المشكل، ولكن خاص شد لي هاد الموس هذا باش ما يبسطنيش. خاص واحد شويه ديال الصباح فهمتني كيفاش؟ افتح يا سمسم. سير اخويا انا مزوج في الكابل عليا نمشي نجيب الرطاع. صافي حبيبي ديالي صافي صافي حبيبي صافي ا بابا جاي يجيب الكريم ديالك. صافي حبيبي ديالي وليدي صافي ا بابا جاي يجيب الكريم ديالك. صافي صافي زيد صافي غيكون قتلو الجوع. قتلها الجوع على بنت هادي. هادي بنت الله يخليك نمشي نشوف البوطون اللي قطعت. نشد وحده اخرى سمع تفيق لي هادي بالليل عاوتاني.
اغنيه اخويا حميد وحق الله العظيم اللي ديما كنغنيها للبنات كيموتوا عليها. البنات الكبار ماشي بنت عندها 6 شهور. على هذه عندها 6 شهور خصك تقلب ليها على الضاعه صاحبي، لان الحليب كيبقى لتحت وما كيطلع لفوق. لا لا هذه انا ما بغاتش تاكل، هذه باين لي خصها المرقه ولا الدوازي اللي المرقه. واش تنصطي واش باغي تكونتيسيبيها؟ صافي 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 راه زدعتينا، اش غندير لك دابا؟ تبرزيت هذه. خليك 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 انا نمشي نحلف. بوليس بوليس زيد اسيدي زيد تفضل. محمد كاين مرقدي واسيدي دارك هادي؟ ايه داري ياك لاباس. هذاك الوليد ولدك؟ هادي بنيه. نعم سيدي ماشي وليد. اه سيدي مالوغوزمون هادي بنتي. كاين مرقدي؟ ولا طبا هو شكون؟ امها واش راه نعيطو بالله كاينه شي سرقه. اه لا 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 غير غير خرجت ونسيت السوارت في الدار وتسد عليا الباب هادشي اللي عطلا وضريت نفرع الباب. وعندك البنيه ماما فين هي؟ هاد البنيه ماماها مسكينه توفات ماتت الله يرحمها. يا مره اخرى الا تسد عليكم الباب شوفوا شي نجا ما تبقاوش ديروا نجيو في البوليس. لا ما غاديش يوقع المشكل ان شاء الله. اشي سمعتيني؟ اي دابا مع وحلات لينا هادي وكنا اوبليجي اننا نرفعوا الباب راك عارف. صافي صافي حنا سوء تفاهم وصافي. الله يجازيك بخير. حنا غادي سوء تفاهم وصافي. صافي 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 الله يجازيك بخير. شكرا. وانا عندك عليك ديال واش انت ومها شكرا. انا باجي على تحيطه البوليس. صافي صافي هاي 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 صافي حبيبي. شوفنا هذا ما صاحبي شحال خايب. ها كتقطع وحمد وكتبوط تعيط في البوليس. ماشي مشكل سي بس ما كاين. الا جيتي تتبع بنادم ما غتوصل فين. انت ما شميتي والو؟ لا. صلاة سلام على صلاة يا جاي لا جا سيدنا محمد الله مع الجلالي. هاي 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 ماما اش 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 احسن موظف في الشركه تحب راسو جالس في الحضانه. واخا احنا غادي نشوفوا واش يقدر يدير المونتاج للمسلسل في وقت اقل من اللي درت انا ولا لا. ويلي واش السيد غبر هادي 6 شهور ودابا جاي يدير لي بلاصتي. الى فات 6 ايام عكري ليا دراري صعاب سوليني انا. بونجور مدام بشير. صافي صافي ديزولي ما لقيتش لي القاب ديال بنيتها وجبت لها هي. ما ديرونجيتك لا شي حاجه. صافي صافي عرفتي راه ما لقيتش مربيه كاع هادي ما كنقلب حتى عيط. مين الخوان اللي ما تلقاش شي حاجه؟ مسكتها هاد. هاي هاي اجي نخرجو اجي نخرجو نخرجو مع دابا. او صافي صافي انا نخرجها شويه ديك الساعه نجيبها واخا. حمي صافي صافي شوي ديزولي ما نقدرش. لا 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 اش درتي دابا؟ اش عرفتي شكون هادي؟ مي جو فوا كيل فينو لا شيرشي افون كو ليشيونس دو لادوبسيون نو سو فاس. ايجالمون اون بو ريان فير. اه يفو بورتون فير كيلكو شوز.
On est venu plusieurs fois. On a choisi cette fille. D'ailleurs, on l'aime. Manifestement, le père n'a aucun moyen pour subvenir à ses besoins. Il l'a abandonnée pendant 6 mois. Quel père digne ferait ça? Eh, hey, madame, c'est la loi. Sauf si... si on prouve qu'il est incapable de s'en occuper. Mais que sa fille risque un grand danger chez lui. Hmm? Bon, je m'en occupe. Et vous tiendrez au courant. Ça va demander un peu d'argent, hein, prendre un peu du temps, mais on a de fortes chances de gagner. Ah, tiens, tiens. Merci bien. L'argent n'a jamais été un problème pour nous. Merci, Matt. Ouais. Ça suffit, hein? Non, ça va, ça va. خرجتيها مني عدوي عياتها واش بغيتي تركبي فيها السكر باش تفطيني السبيطار كتضحكي انا من كتضحكي ها من كتضحكي اشنو اشنو كبيت ما عليك صافي خليني نتكا شويه خلينا شويه الله يخليك الله يخليك عافاك عافاك صافي امال ما كرهتش كون شفتها قدامي كتكبر ما تستحقش تعيشي تيما بحالي وبحالك ما تقدرش عليها بوحدك يا حنان البنت خصها ام كان وعدك نقدر امال سوف D'accord, alors je te dis à demain et bon courage. Oh, merci beaucoup, madame. Je serai à demain. Salut. Salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hadi dar si Hamid Melmous. Hi, hadi, sidi. هو ما كاينش. لا ما كاينش ولكن ياك لاباس. عندي واحد السيد عامل المحكمه بغيت نسلمها ليه ايه واخا انا هي مو سيدي انت مو علمينا عندك يتنساي ما تعطيها ليه واخا سيدي نعطيها السلام عليكم هيا سنة تربي على سنينها تربي على سنينها كان تخلص ب300 درهم في النهار زائد مصاريف النقل والأكل بطبيعة الحال عندك شي مسجلة بلي باف؟ حيت أنا ما كان خدمش بلا موسيقى واش سميت هاد القريد؟ لا 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 ديرها بنية لما راه كتبت سميتها في الجورنال سميتها امل ماشي مشكل الا براهش بحال بحال وكلو وشربو وسد عليه ينعس ويلا فاق عاود وكلو وشربو وسد على باباه ينعس كلشي غادي يكون على احسن ما يرام ما تقلقش انا كنصلح كنغسل الماعن وكنوكل وكنعتني بالصغار وحتى بالكبار اوينتي انا كنتخلص بالاورو حنت في الصيف غادي للخارج وكنجمع الدوفيز من دابا عندك شي شعيله
لا ديسيبلين والانضباط والاخلاق خاص الانسان يتربى عليهم من الصغر، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. والدراري الصغار ما خصش الانسان يتصرهم عليه، الا تصرتيهم عليك في الصغر غيطلعوا لك هنا في الكبار. تصور هذا الجمال وهذا العظمه يتلى به الزمان ونولي كنضرب جفاف في السبيطار. انا مضمزي السوسو نولي كنسيق الكوابن ثلاثه المرات وانا كنحاول الانتحار. شربت الماء القاطع، تصور حتى الموت ما بغاتنيش. او سافا با نو يا شحال غزاله بحال بابا. اجي نوريك بحال بابا. ما عرفتي وديش فلتي، ما بقاو رجال في هاد البلاد. هاي 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 و 22 بنت اللي دخلت لعندو للدار، واحد خينا مواتي مواتي وكملت 23، وانت كتقول لي يما ولا اختو. نهار وما طال هما خطابيطي هما وديك الكناوي، ها البيضه ها الكحله ها الطويله ها القصيره ها الغليظه ها الرقيقه، باقي شي دليل اكثر من هذا؟ 22 ومواتي مواتي ايه وفي نص النهار. عم الله الويكاند اش غادي يبقى بينا يا الحاج؟ لا 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 ملي قلتي 23 انا غادي نمشي ليه. واي هاي 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 وا يقول لنا بعدا غير كيف دار ليها. واه انا غادي نمشي نعطي واحد جوج الكلمات قاصحين. 23 لا تاني بزاف لا بزاف. وتبارك الله عليك الحاج هاك دا نبغيك. 23 اش بان لك في دهوينه هادي؟ ما عرفش نكتب عليك تلفت صافي. وتخيل اخويا صمد ما باقي قدرت نتكونسونطرا حتى ساعه واحده في الخدمه. قلتي لي اختك غتجي يا صاحبي، هادشي علاش كنت معول. الخبر مكفس ولا لا اختي طالعه في الدروج زلقات تهرست من رجليها. اجي اجي نقول لك اشي، هذوك البنيات اللي كانوا معنا قبيله مزيانه تاع صاحبي، سيتو هذيك ديال 300 درهم ديال 300 درهم مزيانه يعني. واش بغيت تبان هذيك دايره بحال هذاك الشيء واش نخليها انايا؟ والله ما هذيك ولا الاخرى واخا بياسه هي ولكن كتبقى تخلص بالاورو ولا ماعرفتش. يعني دابا انت انا مسيكه انا الاورو ولا الدهم واش بغيتي نديرو اصاحبي؟ بغيتي نديرو اش بغيتي؟ حتى وحده ما لايقه، 22 مربيه ورويجل وحتى وحده ما لايقه فيهم، قال لك ما كاينه خدمه. طلع الدم انا وحق الله. انت طلع الدم انا مضطر التليفونات. امدرا امدرا دابا نوريك امدرا كيف دايره. اجي لهنا اجي دابا نوريك امدرا كيف تدير. اجي لهنا وقفي اجي احلي احلي يا البرجاجة احلي نوريك 23 مرة كي دايرة. ها اليوم انا اليوم عولي على 23 دقة يا الملحوسة. مالك راجلي العزيز حضر عقلك، واش كماوك داك الكنوس؟ كماوني ما كتابا بغيتي تدخل السوق راس؟ واش بغيتي تحشميني مع الجيران وانا كدباهم؟ بون هادي باغا تخلص بالاور ما عندنا ما نديروها، هادي باغا تنتحر ما عندنا ما نديروها، مسيكا نخليو في لا ليست داتونت اون سي جامي. هادي غادي نمشي لعند العطار وغادي نفوسخك. تفوسخيني؟ ايه ضربوا لك الضربه البلاوات، انا غادي نغسل لك داكشي كله اللي داروا لك. اش تقول هاد الكريده؟ راه ما كانش اللي بقى يكلخني وجمكني وديني للسبيطار قدك انتيا. ايه انتي يا ري ما تخبي، غادي تخرجي غادي تخرجي وشوفي ديك الساعة شكون اللي غادي يفكك. حميد حميد استعدتك صاحبي شي جوج الخطرات ما لقيت تاعك. شوف لا تدوز عندي ما ندوز عندك، هذاك الشيء حبستو ورجعت لخدمتي. يلا ياك ما الساعه الاخرى هي انا راني ما كميتش منها انا من عرف جيت كنربي هاد الدريه هادي قطعت داك الفلوس. سير اخويا دبريك على شي خدمه احسن. خدمه فين هاد الخدمه؟ بانت لك انت شي خدمه ولا نمشي للمارشي نهز السناد على جوج دراهم؟ لا تبع النصارى حتى يقبضوني البوليس. السلام عليكم. اشكون معنا الابسري بطير؟ باش كاد المره خرجتي معك السوارت؟ ها السلام عليكم. ما سخينا بك اجي لهنا. والله ما عندي شي حاجه الشافه، ما باقيش نبيع هذاك الويل، راني كنخدم على عائله وكنهز السناد في المارشي صاحبي. دابا حنا تضحك علينا ولا شنو؟ شما عائله عندك؟ عائله اللي عندك هما حنا وهذو اللي كان جاك تبيع لهم داك السم. حتى حد ما تعرف في هذه المدينه المقرد لا ولد. خليكم على خير اسيدي. بقى على خير اسيدي. انا عندي والو الشيخ بارك الله الهضره المقرد لا ولد. لا دب دب شويه ديال زيد زيد تورينا في الانسانيه ولا دق مشى تشوف لا اله
وتجري العائلة. ويلي استغفرت الله العظيم. كنتش نمزح اليوم. اليوم صافي. اليوم هي اللي خلت لي معاك تعبتش. ويلي ويلي جيتي باش نشكرك على البارح. هكاك عطيتي لي مليح. شو سرعت لي صمد؟ ما لا صاحبي ما كنهضرش معاه، ماشي كليان ديالي. واخا واخا الو وي صباح الخير حميد، ياك ما نسيتي لشي ما دير هاد الصباح؟ كون كنتي انت ولا انا اللي تعطلنا كون جرات علينا. ما عرفتش اش عجبها فيه، ما عمرني شفت شي راجل تيبدل الاخر على الدراري. انا راجلي مات ولدت ولات عند 4 سنين. وي راه من الصباح وانا كنعطل فيهم. صافي 20 مينوت كنت اتون. ايه توت فيت سلام. اليوم اللي بغيت نفيق انا بكري صبحتي ساكتة وما كاين بكا ما كاين والو. شنو زعما ما تخرجيني من الخدمة؟ اخا لالا الوغ اون فون تامي كومون لا غينيون حيت عطلي باك ما جاوش. انا مزوق فيك اخويا صمد عتقني، ما نقدرش نتا معايا الخدمة ولا انا مزروب. انا مزروب صافي كون هانيك. الله 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 درتها بيا عاوتاني. على بوت كان غيلقاني مشيت فحال. صافي 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 حبيبي صافي حبيبي ديالي صافي 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 دومو جيكو بول ميكو جيكو بول
توكو جيكو بول ميكو جيكو بول اقوى كدا قوا خدا اقوى كدا قوا خدا. واش هادي هاد الكيسك؟ واش ماشي هو اللي كان يغني هذاك ميتا بصال؟ شحال كان عزيز علينا نسمعوه لي الله بحرام تزوجنا. سيدي سيدي حيد عليا داك العكاز راه كيخلعني. انت اللي كتخلعي العكاز. توكو جيكو بول ميكو جيكو بول تومي جيكو بول ميكو جيكو بول ميك باكدا ناوا خويا تومي جيكو بول ميكو جيكو بول تومي جيكو بول ميكو جيكو بول اقوى كدا قوا خدا اقوى كدا قوا خدا قوا خدا خدا قوا خدا قوا خدا قوا خدا قوا خدا قوا. قلت عليك الله الله يا بدا كان واحد يستر رحم الله تيبتينا شي غدا. ولكن دابا تقدر تعطيها خضيره و... وتعطيها يوغورت وتفيفيها. دابا بدات كتقدر تاكلو كلشي. المهم هادو هاد لي برودوي هادو نضف لها بيهم. دونك عندك 1 2 3 فوالا عندك الحليب جاتك 386 درهم. السلام عليكم. ياك لاباس؟ اش واقع؟ اش واقع؟ تبارك الله جلس. اش حامي اجي جلس ما عندك ما تفهميش اجي جلس وغتفهم من بعد. اجي شنو هذا ما عندك ما تفهم هادشي؟ اش هاد الخزعبيلات واقعين ليا في الدار؟ هادشي ديالك؟ هادشي لا ما عمرني شتو. شكون انتي بعدا؟ جلس جلس. علاش يا ماما قلت لك والله العظيم ما عمر الا قوا سكت. امك هادي ورا ما سكتاتش من اللي خرجتي. قلت لك انت بارحه مزيان تبارك الله. هادشي فاش كتضيع وقتك ياك؟ هادي هي القرايه هذا هو المستقبل. ها وانت انت يا باهم علاش حطيتي هادشي في الكروسه ديال البنت؟ ولي كون دارت فمها فين غتوصل؟ فين فين؟ اجي انت اجي انت بركة سالي وعليا مزيان. يا قولي ديال هادشي ديالك يا وجه المصايب ياك ادوي والله رقبتك وليدي حتى نقلع عليك العيني لا باقي نشوفك هنا. مزيان تبارك الله. صافي 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 عزازتي عليها سبحان الله العظيم. ياك باقي غتجلسي معنا شويه؟ لا اش غتجلس معنا هي انا مساليه ما والو. اجاتي باش تشوفني فهمتيني وغدا غتمشي في حالها. ياك الوالده غتشوفيني وغتمشي. لا صاحبي خليها تجلس معنا حنا نيت محتاجين لشي والده هنايا نبقاو نزبلوها زبله تابعه زبله. ياك الحجه؟ حجه انا مازال ما حجيت. عندك تشوفني كبيره وصحابك راه غشيمه. الا بغيتي خدامه لبنتك سير قلب عليها. ما انا ربيت وساليت وانا تبارك الله. هاهو هاهو الشونتيو قدامك كتحشم كتخاف ياك؟ هاد واجه مصايب.
يا بالحق يقولوا الجو هنا في مراكش مزيان صحاب الضيقه ياك. لا لا الجو هنا مزيان وحتى الشميشه حتى هي مزيانه. ايوا حتى انا غادي نفكر نقعد معكم هنا شي نهار ولا يومين. مرحبا بك. الله يلا مرحبا بك. هيا عندي واحد الشومبر هنايا مبرعه جلسي معنا حتى عام. مرحبا بك. يا سلام. حبيبه مسكينه نسات فالله العظيم اللي فاتك. ويلا دابا انا عندي معاه مشكل كبير عرفتي باش نفهمها انني انا مابقيتش كدير هي عندها صح. انا باقي كنمشي للجامعه وباقي كن وانا منين هذيك الجامعه مابقيتش كنمشي لها. انا ولي عندي مشكل كيفاش نشرح لها من بعد انني مابقيتش كنمشي للجامعه. ولكن انت قلتي لي كتمشي للجامعه. الجامعه صاحبي مابقيتش كنمشي للجامعه دابا وليت كنمشي للدروس ديال الموسيقى صافي. فهمتي كنمشي نتموسط مع دماغي بخير من داكشي ديال التاريخ جغرافيا ديك الهضره ولا كيجيب لي الفيتيج الدوخه صعب ولا فين جا بحاق زوين. لا لا انا ما عاد بحاق زوين كاع غنعوم فيه. انا بحاق زوين بحاق زوين صافي صاحبي داكشي ما بقيتش كنمشي ندير شي حاجه صافي طيت انا وياهم داكشي. ولا كيجي الاستاذ بحال هكا مقافط على هاد الجامعه مالو ما يقراو حنا فيها مثلا كيفاش تلقى شي بنيه زوينه ها مزيانه تزوج بها تلقى شي بانك تسلفك شويه فلوس تدبر على شي قديمه هادشي ما يقولوش لين. ولا كيجي الاستاذ مقافط الصباع يوقف عليك يقول لك فين جات الالاسكا؟ كتمشي تما كيدخل لك شد تما والالاسكا هي انا تفوت شامع الفنا شويه تحط طاكسي بوب عينها هي اللي وصلك وكيمذن تلقى تما شي دواء ولا شوفاج لا والو هذيك هي موت الالاسكا. ولا ذاك الماضي صح كيقول لك غاتشد 16100 وغاتضربها في 36000 وغاتحيدها من راسين كاري ديال تصيل طراسين ديال تصيل تبوك الله يحفظك القوق الله يدير القوق بزاف. صباح الخير. صباح الخير نسيتي مزيان صافا تخي بيان. صباح الخير. صباح النور. ارتحتي شويه؟ واش غادي نقول لك شحال هذا ما نعس بحال هاد النعسه هادي. امل فاقت ورضعات وبدلت لها الخروق ودابا رجعت نعسات بسلامتها تبارك الله. بالحق مزيان ملي ارتحتي باش في العشيه تقابل بنتك كيف موالف. انا الحاجه راه صدعني بالتليفونات. عندها الحق عندي واحد الوالد شويه في شي شكل. صافي غتمشي ان شاء الله. وانا قلت زعما تبقي معنا شويه على ما نلقى شي مربيه ولا. يوم ما كرهتش يا وليدي ولكن حتى انا الحاج راه ما كيبغيني نبعد عليه فهمتي. وتا هو كيف الدري الصغير كيخصني ديما نقابلو. الو حميد صافا تبارك صافي تهنا اليوم الحلقه غادي تكمل. سي سوبر برافو عليك والله الا. قل لي بنتك جبرتي لي حدايا؟ اليوم لقيتها ولكن المرة الجاية واللي ما تجي يحمد الله تعالى. كوت موا سا ديرونج با سي تو لارمي ايسي. كنعرف اللي كاين مدام بشير باغ كونتر تعطي لي البارح ما بغيتهاش تعاود. غير تهناي كنوعدك ما باقيش غادي تعاود. اوتخ شوز لو باترون غادي يدوز غدا الوغ بغيت كنجي في الوقت باش ما تحشمنيش عرفتيني دافعت عليك. والحلقه تتمنى بهم بغيت يكون عندي باش نسني الكونطرا ديالنا مع التوانسه سينو جوري بوكو دو بروبليم. تهناي مدام بشير. مرضيك وليدي طلع في بنتك ما سخيت بكم شيء. بارك الله فيك يا وليده شقيناك معنا ياك. حتى انا ما سخيتش فيك الله يرضى عليك. وليده الطاكسي واقف والكونتور كيحسب صافي دغيا. انت ما سخيتيش بيا واحد خصو غير تيكركب لي. لا 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 صمد طريف حتى هو وقلبه كبير. ايوا طلعوا بعضياتكم الله يرضى عليك. ما تخافيش ما يكون غير الخير. بالسلامه. سلمي على بني ابو ساليه بزاف من عندي الله يعافيك. بالله سلامه. صباح
كنت تقاتلنا هنا دابا كون عرفت اللي غنمشي في الليل نغني في ذاك الباص. انا جا الويلا صافي حتى الغدا ان شاء الله نروح لك. هو صافي ها رديدي عاي ها رضع عاي ما بغيتيش تاكل اش غادي ندير ليك؟ بنتي الله يهديك التانتية غادي نشوف لك هاديك واش هادو اش فيهم غادي نشوف غادي نشوف والو ما فيهم والو كبيبة ما فيهم والو صافي صافي كبيبة هي كتبكي حتى راه ديك الشب قلبتوني راه نقي وديبره ديبره عطيتها شبعانه شوفي غير الجبهه ديالها شكون هاد واخا ما تخافش يا سيدي ما تخافش شحال في عمرها 5 شهور ولا 6 6 شهور عمرها ما دارت بحال هاد الكلام صافي قتلت صافي كيفاش صافي القتلتها كيفاش كيفاش ما كاين مشكل كتخرج السنان وهاد المساله كتضر واحد شويه راني عطيتها قويله باش تنزل لها السخانه واخا اختي هادشي اللي عندها ياك داكشي اللي عندها هاك قيت لك واحد الدهنه ديرها لها على الحمد سنان وشي قويلبات ما ديرهم ليها باش يهدنوا ليها شويه الصداع دابا وقت ما بكات ندير لها الدهنه ولا نعطيها القويلبات ياك لا ماشي وقت ما بكات الدهنه غديرها لها 3 حتى ل 4 الخطرات في النهار والقويلبات ما ديرهم ليها حتى تشوف السخانه طلعت لا بوجع وين بوجع الحمد لله الحمد لله بونجور مدام بشير سي حميد المهم انا ما نقدرش نجي الصباح للخدمه الصباح شويه ماشي حتى العيان المهم غادي نعوضها النهار نهار الاحد غادي نجي نخدم المونتاج راه كملته في الوقت الكاسيت غتلقاها في البيرو المهم سمح لي بزاف بالسلامه الحاج غادي تجي تغدى هنا لا غادي نتغدى في السوق مع الصناعيه والعشاء شنو ندير لك فيها ندير لك فيها صويبا ولا رويزات بالحليب على انا بيبي ولا نعس في السبيطار ادير لي طاجين ديال اللحم وخضري بالبرقوق واللوز اكيني على صويبا والحليب بالروز بدوني ندير لك الريجي باش نبدا ندخل لك مشقاق الدفا واخا اللي بغيتي غنديرو لك ما يكون غير خاطرك ما خصك شي حاجه لا ما خصني والو السلامه الله يعاونك الحاج امين الله يعرضك الربح الو خديجه ويلا عندك شي وقيت تدوز لعندي دابا صافي نسناك ها ماما ها ماما هذا تسطى ولا مالو اش كبيدة اش عندي اش نشوف هذا اش كيقول اش كبيدة اش واش هذاك الجن صاحبك ما غايساليش علينا من هاد الموسيقى دلافور اللي طالق علينا بالليل وبالنهار واه هادشي بزاف
شوف دابا هو فين يقلق كاع البنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كي درتي عاد حطيت التليفون دابا؟ مرحبا بلا ما تبداي كتعجبي، الله يجعل البركه في التكنولوجيا. شتي الساعه اللي صليت عليا؟ راه كنت غير عند الحبيبه. مزيان انتي اش واقفه كديري هنا؟ احيانا كنت شوفي هاد الجيران هما مدوزين عليا. انت مالك صاحبي تفليبيتي؟ اقول صاحبي قول الله يخليك، انا كنسمعك. دوي معايا هضر، اش عندك؟ مشيت نغني في داك البار اللي كنت قلت لك عليه، داك البريزونطاتور ولا ما عرفت الجيون اللي زقنا باش نغنيو عنده، كلاس وقدمنا مزيان. والان سيداتي وسادتي، شباب موهوبين بيغنيونا اغنيه غربيه لانجل ريد اوف مراكش. صافي يا صاحبي، هادشي اللي مقلقك؟ ما يمكنش يا حميد تحس داكشي اللي كنحس به انا، ما يمكنش. واش صاحبي بنادم شحال من عام وخدام تيقاد وتيصوب كتب لحن صار في الستة الصباح طلع بوطون نزل البوطون، ما عرفت شنو باغي دير باش تصوب كارير ديال الفنان في الخارج. تشوف القاسكي كنتي كتحلم تولي فنان، القاسكي القيجي ديال الخلا شي غادي يحمق اخويا حميد، ماشي تيقلق. واخا انا نسولك، انت الريبرتوار اللي كتغني سي دي روك ياك؟ لا دونك. والبلاصه فين غنيتي؟ شعبيه. لا شعبيه. ايوا كي درتي ليها؟ انت غادي بالهارد روك ديال لي جون في بلاصه ديال الشعبيه والجره. كان عليك اصاحبي تمشي لبلاصه فيها لي جون يحيحوا معاك وتعجبهم ويعجبوك. اسمع صمد، الا بقيتي كل مره يوقع لك هادشي هذا تقنش بحال هاد الشكل هكا، عمر الباطو ديالك ميزه القدام وغادي يريح حياة الفنان، مرة الفوق مرة لتحت سي نورمال. وبيني وبين انا الموسيقى ديالك كتعجبني. دخلنا على القبل وجنا دابا انت فان ديالي. يواج انت ديما من الصداع والغوات والموسيقى مشهدة، عمرني جيت دقيت عليك؟ لا انا راه قبل ما نعرفك كاع كنت كنسمع الصداع والموسيقى وكنقول واو هذاك الدري فنان شكال. فهمتي انت فان ديالي نيميرو ان. نسمعك واحد الاغنيه باقي الله تلحنت. واه انا مزاوك فكره البنت ناعسه مره اخرى. مسكينه وهاد الجيران عندك ما كيحشم ما كيرايو. اش غادي نقول لك اختي، كيعطي ربي الفل اللي ما عنده دروس. ما تقلقيش يا الحبيبه، دابا في واحد النهار ان شاء الله يجيب الله الوليد وحتى البنيه. السلام عليكم. باش انت هو؟ انا هو غير دري صاحبي وصاني نقلب ليه التليفون حقاش كيتسنى واحد المكالمه هاتفيه وخصني نرد عليها. منين جاي هاد الصداع هذا؟ ابدا انا يلا دابا لقيتني كنعس في البنيته ديالي، ما كاين لا صداع في العماره لا والو. اجي ياك ما يكون شي واحد كيتفلى عليك. يتفلى عنا؟ وكاع هاد خينا ما لقى ما عمل يتفلى غير معنا حنا، دابا نصيفط له غادي يتفلى معنا. دابا هاد خيتي تصحب حنا واش خدامين عبا. نعرف علاش هذاك القرد الصقع عنده بنيته وانا لا، وماشي حتى وليد بنيته، ما يتسهلهاش الطرف ديال الحشيشي الاخر. كتسنى شي حد؟ دابا نوري لها كيفاش تفلا عندك. بوليس حلي. انا غادي نجيو مره اخرى راكي معروفه. هما كثر من المقلنطه
انت بوحدك باغي دير لنا هنا ترسكيه هيتش ولا بحال الا جينا نديو فانتوماس؟ يلا قضيه حامضه دابا كلي حليوه وعاد غادي نديرو واحد الصوانيه ونتجلسوا على هاد حميد جا؟ لا مازال ما جاش. وما عيطش؟ لا. Vous n'avez pas de nouveau message. ليست لديكم رسائل جديدة. Le grand patron جا؟ حتى هو مازال. Dans ce cas, حتى لي تونيزيان ما جاوش. مازال. اسمع سفيان. Si on n'arrive pas à signer ce contrat, il y aura un changement radical dans cette boîte. لبستها هما وفمدات قادت ولكن غادي تجينا في العشيه. ما كنتمنى تولي بخير من هنا العشيه. يكون على خير. هيا قولي سالي سالي. هيا سالي. مازال ساكن في العماره اللي قبلت معاك؟ وي شو ولا بغيتي وما كانش عندك مانع نقدر ندوز للكوماندا للدار. صافي صافي غير طريقي هذاك. بيان سور ميرسي بوكو. سي تري جونتي ها. هادا يلا سلام سلام باي 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 باي. كنت عارفة باللي حاطة عينيك عليه كنت ركعي وصافي نسيت بقى فيه هو بنته كنعاونو وصافي شوفي فيه شوفي 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 اللي بغادو ها تعال نشوف لك اي هي 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 واه على غلا من بغينا نشرب طوموبيل زيد حبيبي راكي خرجتي على باباك يا زيدي جينا جينا حبيبي جينا عم عم جينا عم هاي هاي قد جيت على حبيبي هاي صافي هاي موجود يلا اش هاجي نجلسك يا حبيبة هاجي نجلسك هاجي نجلسك أوبلا أوبلا الخيورات الخيورات ديال بابا الخيورات ديال بابا شف 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 هاي أوبلا هاي 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 هاتي شب أم 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 فاصون الرجال غير كيبقاو بوحدهم كيبداو يقلبوا على مرا اخرى زعما زعما هاي هاي شتو بعيني صف ديال البنات داخلين خارجين عندو للدار كل عشيه داكشي علاش كيقيل الناس قدام لورديناتور ميرسي بوكو كي بقات مسكينه اش نقول لك ما نحسد غير بزز مسكينه تشربي شي حاجه لا خصني نمشي عندك الحق كاين لي سماي المهم سمحي لي بزاف عدوتك معايا ما كاين مشكله تفضلي بلاصي بلاصي Bonjour. Bonjour.
حميد دون موبيغو تو دو سويت. شوفي ما تحركيش من هنا، ما تبكيش، ما تقيسي حتى شي حاجه. راني جاي. Travaille sur le contrat des Tunisiens. Et en fin de compte, Hamid, je le perds. J'en peux plus. Je suis vraiment désolée. Je suis obligée de te virer. Et tout de suite. Safi, je vais rester avec toi. Ici, dans la maison, le soir et le jour. Safi. الله هل نشوف اش هادشي؟ اش هاد الريحه هادي؟ هادي راه ماشي ريحه كاكا ديال شي واحد كيشرب غير الحليب. كتاكلي شي حاجه مورايا هادول كتخلي انت كنخرج وكتمشي للثلاجه. ها شوفي دابا بابا ما بقاش في الخدمه، دابا ما بقيتش في الخدمه، الفلوس باي باي وباي باي حتى هادوك لي كوش ديال اللوكس. دابا ما كاين حتى تسراويله باش كبر بابا وماما، تفهمنا؟ انت كيفاش دابا زعما جيتي لهاد الدار هادي نوضتي لي المصائب ديال الدنيا والدين؟ اي 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 تحسبهم ليك. تسدات عليا الباب ديال الدار، بقيت على برا، بقيت كنزاوك في الجيران، جاو عندي البوليس، تقيتي لي على المديره ديالي. الحقيقه عجبتيني في هاد القضيه هادي، جراو عليا من الخدمه، درتي لي بيبي فوق قميجه كدير 300 درهم. ها خرجت في النصاصه ديال لي الكندور وكنزعرت بالبيجامه ديالي واك واك عباد الله، وكندوز على الفرماسيانات وعلى وعلى السبيطارات، وفي الاخر شنو؟ لالا امال ما بها غير السنينات ديالها. الا انت بوحدك اللي عندك السنينات، حتى بوبو عنده السنينات. شنو انت ما مسوقاش كاع والو؟ عندي واحد الفكره، عادي نوريك انت انت فاش كتكوني كتبكي. وي عندي لك واحده اخرى. وصلنا واحد الخبر بانه شي حد جا كيفرع الدار هنايا، بغينا نجيو نشوفو. شنو انت دارك هادي؟ يا سيدي داري هادي. وهاد البنت بنتك؟ يا سيدي بنتي. وانت اش تكون؟ تمها؟ اشنو علاش خليتيني هنا ندابز مع البوليس؟ علاش ما تدافعش عليا؟ انا ماشي بابا، ماشي بابا، ماشي بابا. اسمع 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 والو. احنا صيفطنا لك السيده باش تحضر. ما وصلني انا والو. وملي ما جيتيش احنا جينا. انا ما وصلني. اجل هنا. انا اللي بقى اجل هنا. صافي انا البنت. صافي اجل هنا. ما تبقاش اصاحبي. صافي اجل هنا. موعدنا في المحكمه، كننصحك نجيب معاك المحامي.
زوقة فيك ولدي، بغيت نتقدم لي مال واحد الخدمة وما كاينش اللي قابلو ليا، قلت مع راسي انت اللي غتعتقني. في الحقيقة انا مزوقة فيك، راه ما عندي ثقة في حتى حد في هاد العمارة، وانت اللي ممكن نعتمد عليك. انا زوقة فيك، انا لهلا خطك علينا، بارك الله فيك. ايوا تبقى على خير وما تعطليش يا لالا. هيا ماما غادي تجي في العشية، غادي تجيو حبيب وتسعور ياك. صافي غادي نشوفو ديك الساعة بحت عام ربية وماما بحت عام ربية، يا كاع الناس كيقلبو على مربي. مشكلة. بارك مشكلة. الله فيك، شكرا لك. الحمد لله. شي باقي درتي بعدا؟ مزيان. غادي نبدا من دابا 3 ايام، عجبهم الملف ديالي بزاف. ايوا مبروك مبروك، الله يكمل. الله يبارك فيك السي حميد. شفتك بحال بغيت تقولي شي حاجه. واه من واحد الناحيه فرحانه بخدمتي بزاف، ولكن من ناحيه اخرى ما عندي ما نخبي عليك السي حميد، ما عنديش اللي قابل لي ولدي، واخا غير بين ما لقى واحد المربيه. واش نقول لك، الا كان غير هادشي اللي شاطنك نقدر نقابل لك حتى تلقاي شي حل. بصح السي حميد بارك الله فيك، الله يخطيك. الله يبارك فيك. انا راه مقدره ظروفك السي حميد، وكانت اسف لك بزاف. غدا عندي جلسه في المحكمه، غير الله يحفظ وصافي. سيدي الرئيس، حضرات القضاة، الموكل ديالي والزوجه ديالو ما رزقهمش الله ذريه، وملي سمعوا باللي السي حميد تخلى على بنته في واحد المصحه وخلاها مرميه 6 شهور سعاده الرئيس، قروا يتبنوها. الله كبير سيدي الرئيس، بغى يعطي لهاد البنيه البريئه فرصه اخرى للمستقبل. سيدي الرئيس، التربيه، الامان، اللي مع الاسف السي حميد باها ما يقدرش يوفرو حتى لنفسو. ولما جات اللحظه باش غادي تضفر هاد البنت بحياه سعيده، قصو حيط الراس ديال السي حميد وانانيتو، جعلوه يتراجع على قراره ويحرم موكلي من التبني. الا كانت غادي تعيش مع باها فخصكم تعرفوا سيدي الرئيس باللي السي حميد انسان مدمن على الحشيش، انسان مدمن على الكحول، وزياده على هذا الشيء انسان عاطل عن العمل. هذا الشيء بلا ما نتكلموا على سمعته في العماره، ما كاين غير الفتيات داخلات خارجات الشقه ديالو. اش من مستقبل، اش من مستقبل كينتظر هذه الطفله البريئه مع بات بحال هذا؟ ولهذا أطلب من محكمتكم الموقرة أن تراعي مصلحة هذه البنت البريئة، وأن تمنحها حياة هادئة مريحة ومتزنة مع آبائها بالتبني.
وشكرا سيدي الرئيس. عندك باش ترد على هذا الكلام السي حميد؟ فين المحامي ديالك؟ انا سعادة الرئيس ما عندي محامي، جيت غير بوحدي، ولكن انا استشرت مع واحد المحامي وعطاني معلومات. سيدي الرئيس، حضارات القضاة، جميع الناس غادي تفقوا معايا إلى قلت باللي كل طفل كيبغي يتربى ويكبر مع والديه الحقيقيين، وحتى واحد سيدي القاضي ما يمكن يعرضني إلى قلت باللي ما كاينش اللي يقدر يحس بولده ويعتني به أكثر من دوك اللي ولدوه. سيدي الرئيس، أنا متفق مع الكلام اللي قال السيد المحامي، كميت الحشيش فعلا من نهار ما تمرتي وأنا كنكمي، ولا ما كميتش كنشرب حتى كنطيح، وخرجت من الخدمة ونهار تزاد بنتي ما ديتهاش فيها وخليتها مرمية في لوبيتال، كنت كنتهمها بأن هي السبب الأول والأخير في موت مراتي، وانا دابا ما عنديش محامي لانني ما عنديش باش نخلصو، فلوسي كلهم كيمشيو في الحليب والدواء والطبيب ديال بنتي. وفعلا سيد الرئيس، هاد العائله المحترمه ممكن تبنى بنتي وتعيش معاهم حياه هنيئه جدا، الا انه سيد الرئيس هادي واحد 3 شهور بعد ما دخلت بنتي في حياتي تبدلت كلها، تعلمت بزاف الحوايج، تعلمت نبدل لي كوش، تعلمت نصاوب البيبغون، تعلمت نفيق كل ساعتين نرضع، تعلمت نتقلق، تعلمت نشك، تعلمت نحتار، تعلمت نتخلع. انا كنعترف سيد الرئيس بان ما عنديش تجربه في تربيه الدراري الصغار، بل اكثر من هذا سيد الرئيس، انا كنعترف بانني ما كنتش قادر نقابل حتى راسي، لكن سيد الرئيس بعد ما دخلت بنتي في حياتي تعلمت بزاف الحوايج، تعلمت نكون أب، تعلمت نكون مسؤول. سيد الرئيس، أنا كنبغي بنتي وهي حتى هي كتبغيني، الموت ديال ماما خلى لي واحد الفراغ كبير، ولكن بنتي أمل عمرت هذا الفراغ. هذا اش ممكن نقول لكم سيد الرئيس؟ باش ممكن تقنعوا؟ كيفاش ممكن تحس وانا بنتي عايشه مع ناس اخرين ماشي والديها؟ سيد الرئيس، ما تحرمونيش من بنتي، ما تحرموش بنت بريئه من باها. سيد الرئيس، ما تفرقوناش. القضية كتتعلق بطفلة صغيرة وبريئة، ومن واجبي نضمن لها مستقبلها مع الوالدين اللي غادي يتبناوها أو مع باها الحقيقي، ولهذا قررت باش نجربك السي حميد. غادي نعطيك شهر واحد باش تثبت لي والمحكمة بلي أنت قادر تعطي العناية لهذه الطفلة، ولا تبتي العكس أو ما دبرتيش على خدمة أو لا قدر الله هذه البنت صابها شي مكروه، غادي يكون ملزم من حيث ذلك ونعطيها لهاد الناس، وفي انتظار صدور حكم نهائي البنت غتبقى مع السي حميد. خلي لك هنا يا صمت خالك. غادي ندوز لي انا ولا مراتي اللي خرج فينا من الخدمه هو الاول، ياك ديما انت في الدار. اسيدي شوف، انا غادي نقدر نخرج الا كان الجو مزيان، ساليهم شويه في الجرده، المهم الخمسه نكون هنايا. شوف الا بكى ليك الله يخليك، عيط لينا عندك النمره. صافي غير تهنى كونوا مرتاحين. اجي حبيبه، اجي تكا شويه هنايا. اري 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 اري
شحال هادي وانت خدام هاد الخدمه؟ واش نقول لك كيخير لي سيدي ربي بحال خدامه من شحال هادي. لا غير تهنا غير تهنا هاك. لا ها هي ها هي ديالك هاي هي تاعنا ياك هادي تاعك انت. سابغي ها هي ديالها هي هاي شوفي اكو حفظ الله وصفي. أيام ودي قبيلة من الدار من الدار من الدار من الدار جا 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 بابا دابا كيوجد لك الماكلة باش تاكلي شوية أو تكي حتى انت شوية انت بابا عيان ها وخاصو حتى هو يرتاح شوية حيت ما ناعش مزيان ياك حبيبة. بابا غادي يعطيك شوية ديال الماكلة بابا ايه بابا غادي بابا بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. يا كنتك غادي نقدر وبلا ما بيس لك تراسي دابا وليت كنربي دراري اخرين في الدار والصلاه ورديتو حضانه شحال من دابا من بعد غادي نخدم معايا ناس اخرين. هيا امل كتشبه عليك بزاف. نسيت ما قلت لك البارح اول مره كتقول بابا. قولي بابا قولي بابا. سمح لي بزاف ما كنتش كنزورك هاد الشهر ولكن الحمد لله دابا وليت بخير. من دابا ان شاء الله غادي نبدا نزورك ديما 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 ياك امل. هيا 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 الحبيبه وقفت ليا اش هذا بلاتي علاش ولدك؟ أي 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 الحبيبة وقفت ليا قالت لي عزيزة يا كاي دايتا دايتا دايتا. جويز انيفرسير جويز انيفرسير جويز Thank you.
مزيانة غادي نبدا غدا مع مع كومي ميكو ميكو تومي جيبكو بالضبط علاش ما ديزي ce type là nous pique tout le monde excusez moi يتلى به الزمان وبركة إلا تسرتيهم عليك في الكبر إلا تسرتيهم عليك في الصغر يطلعوا لك هنا في الكبر وبدلوا لك السيطة سي المخرج الله يخليك ديك الشيء ديال البق ما عندنا ما نديروا به مشى ليا الكمال هذا الحوار كاتريام الله يعطيك الستر سي عثمان ما بغاش ترب شنو نديروا هنا جلس سانكيام جلس اونسيام جلس النقوى سيزيام النقوى النقوى الله الصمد دخلي عاودي قصتي سرامتك كي دايره وصدات عليا الباب شي ديك الساعه ملي صنيتو عليا ويلي سيري ما درتش راه ونو غادي بروبليم ما عرفتش كي دايرين نعاودوها اهلا اوكي اجي لهنا ما تعقدش الامور الصحه كيفاش غنعقد الامور حنا بعثنا ليك وباقي ما تجيش هذيك اوكي صيفطنا ليك رساله واش شتي حنا صيفطنا ليك السيده باش تحضر يروح حتى هو كيف الدري الصغير كيخصني كابان نفوتو لا حتى هو خصو لي كوش النقوى حيت حتى الكوداس ذاتي عندو جوج كودات Love.
الله.